وبما اننا بنستعد للعيد فطبعا اكتر حاجه مهمه هي اللحوم او اللحمه، ويا ترى ازاي ممكن نطبخ اللحمه بشكل جديد عشان كمان الاطفال ما يزهقوش وهم بياكلوها ويكونوا اكيد مبسوطين. يمكن اللي بيفرق في طعم اللحوم هو الصوص اللي ممكن يتضاف عليها او التتبيله، وعلشان كده هنشوف النهارده طرق مختلفه نعرفها من الشيف ازاي نعمل صوص الباربيكيو، وكمان نعرف ازاي ممكن نعمل اللحمه باشكال مختلفه مع الشيف احمد خيري. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. دي اخبارك؟ الحمد لله تمام. احنا بقى عيد اللحمه وعايزين نعمله بطريقه مختلفه، عايزين اول حاجه نبدا نعرفها منك ازاي نحط بهارات في اللحوم في بدايه في السلق مش الشوي. طيب ناخدها واحده واحده. تمام، احنا هنسلق اللحمه دلوقتي، عايزين منها مرق او شوربه ولا عايزينها تستوي؟ نقول شوربه عشان في فته مثلا. اوكي تمام، يبقى دايما نختار حته لحمه قاسيه. قاسيه يعني ايه؟ بتتحرك كتير. مثلا نختار الكتف، البريسكت، الدوش، الرقبه، الحاجات دي لما بتتسلق بتتحرك كتير فبتنزل طعم قوي. لا طعم قوي نتيجه ان هي بتتحرك، فدايما العضله نشيطه ففيها طعم قوي قوي، عكس طعم دايما اللحوم فيها مركز يعني. عكس الظهر، الظهر عضله مرتاحه فما بتتحركش فبتكون فلات اكتر. تمام، لو احنا عايزين المرقه تكون قويه بننزل اللحمه على ميه بارده، مش بننزلها على ميه سخنه. تمام، بس هنا بيكون في مشكله، احنا بنلم الريم او البول كل شوية. تمام، لكن لو عايزين نفضل اللحمه محتفظه بطعمها والبروتين بتاعها والسوائل جواها بننزلها على ميه سخنه، وكده بتكون نسبه الريم يعني اقل. معلومه انه اللحمه بتشد مع الميه البارده في السلق، ده مش حقيقي؟ لا ما بتشدش، دي اشاعه. اشاعه. تمام، نيجي بقى ازاي ننكه المرق بتاعنا او اللحم بتاعنا وهو بيتسلق. احنا اهم حاجه عندنا، في عندنا نوعين منكهات، النوع اللي ناتج عن البهارات ده اللي هو بنقول عليه الساشي او البهارات بتاعتنا، دايما نحاول نخليها حصى، يعني فلفل حصى، الحبهان حصى، عشان ما نغيرش لون المرقه بتاعتنا. تمام، وفي حاجه تانية اللي هي المربوا، مربوا اللي ناس كتير بتقول عليه بكوي جرنيه، المربوا اللي هو بصل، جزر، كرفس. البصل نصه جزر ونصه كرفس، كده احنا هنعمل مرقه بيرفكت. ودايما نخلي الملح بعد ما اللحمه تنضج، يعني بعد ما تستوي، لان الملح اوقات كتير بيبطئ من سوى اللحم. ده حقيقه. والثوم ممكن نحط فصين سلام. لانه هل سليم. عكس الملح الثوم فعلا بيسرع من سوى اللحم؟ لا، اللي بيسرع شويه من سوى اللحوم حاجتين. اما البلح، نوى البلح والبلح السليمه، بس دي بتغير فليفر نفسه. بتكون مسكر اكيد. اما اللي احنا نعمل مارينيه للحمه نفسها بفاكهه استوائيه زي الكيوي، المانجا، الاناناس، ده بيسرع جدا في سوى اللحم. المارينيه اللي هو ايه؟ التتبيله. تتبيله، مارينيه يعني تتبيل. اوكي، ده بيسرع جدا. وبتكون عادي من الفواكه. ما هي اصلا من الفواكه. طب ما هو فعلا هتغير طعم اكلنا شويه، لو في باربيكيو يعني. لو في شوي وهنحط على النار او على كده مش هتبان، خصوصا الكيوي، كيوي وعصير الاناناس. يعني دايما بحب العب بدول الحمضيات شويه، هم احماض قويه، دي بتفتح النسيج العضلي للحم نفسها فبتخليها تستوي اسرع. طب وبالنسبه بقى اللي بيقولوا احيانا نحط زبادي في الشوي والحاجات دي؟ حسب، انا عايز اطري دلوقتي النسيج اللي هشويه، يعني خلينا نتكلم عن اللحمه اللي هي نسيج او عضله. تمام، عايز اطري ده او خايف عليه يتلسع مني على النار او انا مش عندي القدره ان انا اشوي كويس، تمام، فبدي زبادي. الزبادي بتعمل ايه؟ مصل الحليب اللي موجود في الزبادي بيطري اللحمه وما بيخليهاش تفقد سوائل بسرعه. تمام، يعني دايما احنا زي ما احنا عاملين في الشيش حاطين، لازم نحط فيه زبادي لانه ما فيش فيه جلد يحميه، نسبه الفاتس فيه عموما في الدواجن قليله. تمام، فانا عايز احافظ عليه، اخليه من بره كرانش شويه ومن جوه جوسي. تمام، فالزبادي بتطري وفي نفس الوقت من بره بتدي كارمليزيشن، بتدي التلوين. بيكون شكله حلو معايا. تتكرمل. طيب دلوقتي يعني ايه مثلا ممكن كمان غير البهارات نستخدمه من الخضروات لو حابه اعمل انا مثلا ورقه اللحم؟ ورقه اللحم فرن بقى، ده بصي اسهل حاجه في الدنيا. تمام، احنا بنجيب دايما في ورقه اللحمه حته لحمه زي ما احنا بنقول كده بالبلدي تستوي بسرعه، زي الموزه مثلا. لا، الموزه بتستويش بسرعه. بجد؟ موزه لج، يعني رجل. بتتحرك كتير. تمام، احنا خلينا نتفق اللي بيتحرك كتير بياخد وقت في السوا بس طعمه بيكون اقوى. تمام، هو العجل او الحيوان بيبقى عامل كده، اتنين واتنين. تمام، وديل ورقبه، الرقبه طول اليوم بيحركها، رجلين بيمشي عليها، فبالتالي دول بيتاخروا في السوا بس طعمه مركز. أقوى. طعم مركز. تمام، فدايما انا بفضل في ورقه اللحمه مثلا ناخد بيت كلاوي،
ناخد الحاجات اللي في الاماكن اللي في الظهر اللي ما بتتحركش كتير، عضله مرتاحه تمام. تمام، اقطعها حسب القطعيه اللي انا عايزها، سواء كيوبس او مكعبات او شرايح. ملح، فلفل، بهارات لحمه فقط لا غير. تمام، ده في حاله الصينيه بقى، ورقه لحمه او صينيه. يعني احط ملح بقى من الاول؟ احط ملح، مفيش اي مشكله، ما احنا في الستيك بنحط ملح في الاول. ده حقيقي صح. تمام، ونقطع عليهم بصل رفيع وشويه فلفل، انا بفضل يكون فلفل مشوي عشان ناخد طعم الدخان. فلفل مشوي واقشره واحط تشويه الاول، اشوي الفلفل على البوتاجاز، بعد كده اغطيه لغايه ما القشره اللي بره تفصل واقشرها من الحراره اللي باقيه فيه. الحراره الكامله اللي موجوده لسه فيه، هو كده لسه بيكمل عمليه السوى بس من غير في الخواص بتاعته، فبنقشره ونقطعه ونحطه ونحط ورقه زبده ونقفله. انت عارفه ان اصلا ورقه اللحمه دي ليها اصل تاريخي مصري؟ ايه كان الاول بتتعمل في افران، انت عارفه الطوب الاحمر اللي بنبني بيه؟ الطوب الاحمر ده في الفلاحين كان دايما بيجرفوا التربه ويضيفوا عليها حاجات ويعملوها طوب ويبقى ليها افران. تمام، الفرن الكبير قوي بتاع الطوب ده كان بيتقفل قبل العيد بيوم. تمام، فكان كل اهل البلد يلموا اللحمه بتاعتهم ويتبلوها ويعملوها زي ما احنا قلنا كده، يحطوا بطاطس يحطوا خضار ويحطوها في حاجه فخار ويقفلوا عليها الحته اللي كان الفرن شغال فيها، خلاص هو اتطفى. الحراره بقى اللي كانت موجوده من الفرن دي يسيبوها تستوي سلو كوك على النار هاديه. في الطوب الاحمر موجود؟ مش في الطوب، في الفرن اللي كان بيسوي الطوب اللي هو اللي الحطب. كان بيسوي الطوب هو خلاص اتطفى بس الحراره مده طويله، يعني مثلا بيحطوها من وعاليه جدا تلاقي واحده بالليل ياكلوها بعد الصلاه الساعه 7 8 الصبح. معقول؟ بتكون عظمه. طبعا زي ما بيقولوا الطهي على نار هاديه، طبعا النار الهاديه بتفرق قوي. السلو كوك او التسويات البطيئه من الحاجات اللي بتحافظ على شكل اللحمه الاول، بتخليها دايبه وطعمها بيبقى حلو جدا. طيب ايه اكتر القطعيات بقى في اللحمه اللي تنصحنا تكون داخله مع العيد ومع الفته نبتدي مع بعض. لو احنا عايزين لحمه للفته، لو ضاني من غير تفكير، الرقبه او كتف اللي احنا بنقول عليه زنت، اللي هم بيتحركوا اكتر بيطولوا كتير. في السوا مش بيطولوا قوي، مش قد ايه بقى تقريبا؟ يعني لو ضاني صغير ممكن نقول ساعه وربع ساعه فعلا، وتكون ممكن اقل كمان. دي كده اللي طولت. ده كده طولت. والله بقعد حوالي 3 ساعات مثلا. غير جزارك. تمام، دول لو احنا هنعمل حاجه مسلوقه. تمام، طيب لو عايزينها بقى في الكندوز اللي هو العجل، هنختار ايه؟ نختار سن. الناس اللي بتحب اللحمه ملبسه شويه تختار الدوش. انا كنت عايز اسالك على موضوع التلبيس ده. هل دايما اللحوم الملبسه يقول لك دي هتبقى انعم واطرى واحلى في الاكل؟ هي مش فكره انعم واطرى، احنا عندنا في حاجه اسمها دهون اللي هي جوه اللحمه، اللي هي الدهون الرخاميه اللي احنا بنقول عليها هي اللي بتبقى زي عروق جواها كده. احنا كنوع علف واكل الحيوانات المصريه مش احسن حاجه. تمام، بس عندنا في طعم للحمه نتيجه اللي معظم العلف بتاع العجول بتاعه العيد بالظبط، بالذات بتكون جايه من مزارع مزروعه برسيم. تمام، فده بالخضار مع الفول بيحلي طعم اللحمه بتاعتنا لحد ما كويس قوي. بس نسبه الماربلنج او الملبسه زي ما احنا بنقول بتبقى عاليه، بتبقى اقل، بتبقى اقل. تمام، بس بيبقى فيه دهون ثانيه كتير. لكن اللحمه المتداخله مع الدهون المتداخله مع اللحمه مش بتكون كبيره زي ما هي مطلوبه. تمام، طيب والموضوع بقى اللي هي الدهون اللي حوالين اللحمه، هو الدهون اللي حوالين اللحمه مفيش فيها مشكله. المشكله بقى في حاجه اسمها سيلفر سكان، مش انت بتيجي تجيب اللحمه تلاقي فيها عليها زي جلده فضي كده. الجلده الفضي دي ملهاش اي محل من الاعراب مع معدتنا، مش بتتهضم ولا مش منها اي فايده ولا اي حاجه. هو ربنا خالقها عشان تحافظ على الشيب او الشكل. انا بلاحظكم دايما بتاع يعني اي حد بيقطع لحمه بيشيلها بالسكينه، مش هتفيدنا في اي حاجه يعني. بالعكس هي بتحمي بس شكل العضله نفسها. هي الراوند، هي الاستيك اللي ماسكها عشان العضله ما تفرقعش. تمام، يعني مثلا اوقات بنكون بنعمل اسبوكو او حاجات بالموزه، بتكون الموزه لازم تكون راوند على بعضها. ده اسم اكله طبعا. بيكون راوند على بعضها وفيها العظمه بتاعتها ولازم تتقسم منشار. طيب فاحنا لو جينا سويناها على النار والراوند ده موجود زي ما هو، هتلاقي اللحمه لمت على بعضها. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل سكار، بنفتح فتحه من الجنب وفتحه من الجنب ده عشان ما تلمش وتفضل محافظه على نفس الشكل الطبيعي بتاعها. طيب انا دلوقتي لو عندي ريش مثلا. تمام، ايه احلى قطعيات الريش؟ الضاني ولا البتلو ولا الكندوز؟ مش يعني عايزك توضح لي وتفهمني ايه بقى الفرق ما بين الريش الضاني. تمام، هتكون لطيفه قوي مع الجريلنج او الباربيكيو او الشوي على الفحم او الشوي على الجريل.
او حتى لو عملناها هول حته على بعضها، يعني جبنا الريش كلها على بعضها ودخلناها الفرن وتطلع بعد كده تتقطع. يعني بتفضل الضاني في الشوي في الشوي طبعا. طيب ممكن بقى لو احنا عندنا نوع لحمه كويس بقري تمام نستخدمه كاستيك. اعرف انه كويس ازاي؟ هعرف انه هو كويس ازاي. طيب لازم يكون كده كده جزار ثقه، دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه اللحمه نفسها يكون لونها احمر وردي، احمر وردي وردي مش قوي تمام، ويكون فيها نحاول على قد ما نقدر نروح نشتري يكون فيه شويه تجازيع دهنيه نركز. ده افضل، ده طبعا افضل. انا فاكره الصافيه افضل. لا خالص، ده السعر كمان بيزيد. كل ما الماربلينج او التجازيع الدهنيه دي بتزيد كل ما السعر بتاع اللحمه بيزيد. تمام. دي كده هتكون لطيفه جدا وتنفع معانا يكون نطلع منها ستيك. انا لاحظت ان في لونين من اللحمه، الكندوس حاجه والبتلو حاجه قوي. البتلو بيكون لونها وردي قوي لان فاتحه قوي، فاتحه جدا لان العجل نفسه ما لحقش يتحرك كتير فالعضل مرتاح، بس في نفس الوقت فيها الطعم بتاعها فلات قوي. مفيش فيها طعم مركز. من بعد 45 يوم ممكن نذبح العجل، انت متخيله بيكون صغير؟ احنا جات لنا فتره في مصر كنا لاغيين الموضوع ده بسبب ان الانتاج الحيواني بتاعنا ما كانش مكفي. انت بتاخد اطفالهم فاحنا بناخد اطفال صغيره بنذبحها. فالبتلو بيكون لطيف برده في الشوي. على فكره احنا النهارده عاملين كباب بتلو. البتلو في الشوي انا اعرفه في الاسكالوب بيبقى لطيف. وفي الاسكالوب طبعا هي الفكره في الاسكالوب برده التقطيع، يعني ممكن يكون عجل كبير او قطعيه لحمه كبيره بس اللي مقطعها كويس هتطلع معاكي عظمه. انا دي في موضوع التقطيع ده بيقول لك بنقطع اللحمه مع الخلايا ولا عكسها؟ عكس عكس اتجاه النسيله. يعني هي الانسجه دلوقتي بتاعت اللحم ماشيه سين، بص على البلانشه دي ماشيه كده. ما ينفعش اقطع كده، اقطع عكسها. ما اقطعش معاها، اقطع عكسها. اقطع عكسها، فبالتالي اللحمه ما تشدش مني. بالظبط. حاجه واحده بس اللي ينفع اقطع مع اتجاه النسيج او في اتجاه النسيج نفسه، الشاورما. ليه؟ لان هي بتكون رقيقه قوي، هي كده كده صغيره، فانا لو قطعتها عكس اتجاه الانسجه هتتهري. فانا عايزها تفضل محافظه على الشيب بتاعها، فانا بقطع مع اتجاه الانسجه. تمام. انا عايزه اعرف بقى ايه الاصناف اللي انت عاملها لنا يا شيخ. يلا بينا. احنا عاملين حواوشي. وعاملين كفته. تمام. وعاملين كبده ضاني مشويه. كل ده كل ده مشوي. كباب حله مثلا؟ لا لا مفيش كباب حله، كله حاجات شوي، كله حاجات مشويه. وعاملين طبعا شيش عشان الناس ما بتاكلش لحمه، بتاكل وعاملين كباب بتلو. وعاملين توميه وعاملين طحينه. يعني دول انسب حاجه مع المشوي تقريبا. توميه، طحينه، راهب اللي هي البابا غنوج، متبل والراهب وبابا غنوج، اي حاجه فيها بتنجان مشوي. كلها فيهم بتنجان مشوي. والمخلل طبعا. بالظبط. طيب اخر حاجه عايز اسالها لك يا شيف على موضوع اللي بيعملوا بقى دايت وهيلثي فود وبتاع. طيب. ايه احسن قطعيات ياكلوها ما تزودش وزنهم؟ وهما كمان في العيد عايزين ياكلوا. هي نسبه الدهون في اللحم حسب مش بتكون عاليه قوي زي ما احنا متخيلين الا في قطعيات معينه. تمام. او احنا ممكن نشيل كل الدهون من اللحمه ونسويها. تمام. فالناس اللي بتعمل دايت تاكل اي لحوم مشويه، نسبه الكالوريز اي قطعيه مناسبه، مش نسبه الكالوريز داخله لهم مش كبيره. يعني يفضل المشوي طبعا، مشوي المسلوق برضو لطيف لحد ما. تمام. الحاجات بقى هو اللي بيفرق في اللحمه الكالوريز اللي داخله معاها معموله ازاي. منكهات كمان اللي قلت عليها. يعني مثلا لو انا مثلا عاملها مثلا فانسي عامل ستيك. فانا هديله. هو غالبا الهاسي بياكلوا ستيك. بياكلوا ستيك بس المفروض ياكلوه مشوي، ما ياكلوهوش تبان في طاسه وكده. لان ده هو اللحمه نفسها ما فيهاش فات، ما فيهاش دهون كبيره. هي المشكله بقى في اللي معاها. صح مظبوط. طيب شيف احمد خيري انا بجد اتبسطت واتعلمنا كمان تفاصيل اكتر. نورتنا. نورك ربنا. انا هاكل بقى كل ده بعد اذنك يعني. لازم يعني هدوء الجمال ده. تسلم ايدك. بكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، بس عرفنا ازاي ممكن نختار قطعيات لطيفه للعيد وغير العيد طبعا، وطبعا الناس الهيلثي عرفنا المفروض ياكلوا ايه. وبعد الفاصل راجعين لكم.